السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سنقوم يعني بمراجعة لهذا البرنامج من شركة ميني تول، فهي يعني شركة رائدة في هذه الأنواع من البرامج، يعني لديها العديد من البرامج. سأترك لكم يعني الفرصة لكي تكتشفوها لوحدكم. بالنسبة لي سأشرح يعني هذا البرنامج داتا ريكفري سوفتوير، يعني يوجد نسخة للويندوز وكذلك للماك. يعني هذا البرنامج هذا فهو صالح حين يعني تفقد ملفاتك، سواء يعني ضاع منك القرص الصلب، او يعني اتلف النظام، او قمت بفرمطة يعني مفتاح يو اس بي دون ان تدري ذلك، ولديك ملفات مهمة. اذا مجموعة من الامور. إذا بالنسبة لي يعني أشرح بعض الأمور حول الويندوز، وكذلك يعني تنطبق على الماك، يعني نفس الأمور، ليس هناك فرق تقريبا. يعني سأدخل هنا. إذا هذه هي النسخة التي أشرح الآن، يعني النسخة 11.3، وبطبيعة الحال توجد ستكون يعني بطبيعة الحال نسخ جديدة يطورون منها. فهو يعني متوافق مع ويندوز 11، 10، 8 واحد و8 و7، يعني متوافق مع جميع إصدارات الويندوز تقريبا من دون يعني ويندوز اكس بي. إذا قلنا أنه يقوم باسترجاع الملفات في حالة مثلا قمت بحذفها دون أن تشعر، أو يعني نظامك يعني توقف لسبب من الأسباب، يعني فيروس أو مشكل في النظام. كذلك إذا كان قرص صلب يعني تالف، ربما قد تستطيع أن ترجع الملفات إذا كان يعني العطل سوفتوير. أما إذا كان يعني عطل هاردوير في القرص، فيجب أولا إصلاح الهارد درايف، ثم يعني بعد ذلك يعني تستعين بالبرنامج بطبيعة الحال إذا وجدت الملفات يعني محذوفة. ويعني العديد من الأوبشنز الأخرى. قلنا أنه يدعم الأقراص بجميع أنواعها، اتش دي دي، الاس دي دي، ويدعم كذلك جميع أنواع مفاتيح اليو اس بي، ويجمع كذا يدعم كذلك الاس دي كارد الميموري الخاصة سواء بالكاميرات او بالهواتف. اذا الملفات فهي يعني جميع الملفات تقريبا، لاحظوا معي جميع الملفات الخاصه بالدوكيمنت، كذلك الصور، كذلك يعني الفيديوهات والملفات المضغوطه وغيرها من الملفات. يعني تقريبا يدعم جميع الملفات التي يعني نستعملها بشكل يومي. والطريقة فهي يعني سأريكم طريقة تقوم بسكان، بعد ذلك في سكان يعني يمكنك إذا كانت لديك نسخة مدفوعة يمكنك يعني أن تشاهد الملفات دون أن تسترجعها، ثم بعد ذلك بطبيعة الحال تقوم باختيار فقط الملفات التي تريد استرجاعها. وهنا يقول لك يعني سأشرح هذه الخاصية وسأشرحها هنا في الأسفل. إذا هنا سنرى يعني الاختيارات الممكنة، يعني النسخة فري، يعني النسخة المجانية، والنسخة البيرسونال، فهي يعني يكون الأداء بالانخراط شهري، يعني كل شهر ستؤدي هذا المبلغ هذا. وهناك يعني انخراط بيرسونال ولكن سنوي، انيول، هو هذا، يعني كل سنة تؤدي هذا المبلغ هذا. وهناك انخراط يعني لايف تايم، يعني مدى الحياة، مدى الحياة يكون يعني بهذا الثمن هذا. وسنشاهد يعني الفرق بينهما. بطبيعة الحال الأمور التي فيها يعني علامة خضراء فهي يعني تتواجد في النسخة، الأمور التي فيها يعني علامة حمراء فهي لا تتواجد. بالنسبة لنا سأشرح فقط نسخة فري، لأنها يعني شيئا ما فيها بعض الخاصيات ليست يعني موجودة في الخاصيات الأخرى. فمثلا داتا ريكوفري، الداتا ريكوفري يعني حجم الملفات التي يمكنك استرجاعها. في النسخة المجانية فهي فقط 1 جيجا، يعني فقط 1 جيجا. أما بخصوص النسخ الأخرى فهي unlimited، يعني يمكنك استرجاع الملفات كيفما كان حجمها. بالنسبة للنسخة المجانية فهي يعني على جميع الحواسيب، يمكنك استعمالها يعني العديد من الحواسيب، لكن بالنسبة لهذه النسخ هادو يعني البيرسونال والبيرسونال التيميت فهنا يعني تستعملها على حاسوب واحد، وهنا ثلاثة حواسيب، يعني تلك الليسانس التي ستشتري يمكنك استعمالها على ثلاثة حواسيب. أما بخصوص يعني لود بريفيوز سكان ريزلت، يعني خاصية مشاهدة الملفات التي استرجعتها دون أن تقوم بتحميلها، لأنه سيأخذ الوقت لكي تقوم بتحميلها ثم تشاهدها. لهذا وفروا هذه الخاصية في هذه النسخ المدفوعة ولم يوفروها في هذه
النسخ يعني المجانية. كذلك هذه الخاصية هذه يعني مشاهدة هذا النوع من الملفات يعني التي تقوم يعني الريزلت تقوم يعني بحفظها على شكل .rss. فهذه النسخة هذه لا يمكنك يعني الإكمال يعني أن تقوم ب open لهذه الملفات وتقوم يعني بمشاهدة تلك النتائج، لا يمكنك في هذه النسخة. كذلك يعني مشاهدة الملفات قبل أن تقوم باسترجاعها لا توجد في هذه الخاصية هذه في هذه النسخة هذه. recover data from basic and dynamic disk توجد فيها يعني توجد هذه الخاصية في جميع النسخ. وخاصية الوين بي او بوتيبل بالنسبة لي هذه الخاصية تنفع إذا كان يعني السيستم ريكوفر فايلز وين سيستم كراشد، إذا كان يعني النظام لا يعمل فأنت ستحتاج إلى هذه الخاصية الوين بي او بوتيبل ميديا، لا تتوفر عليها في هذه النسخة المجانية. وبالنسبة للأبجريد يعني الترقية النسخة المجانية غير مدعومة، وبالنسبة لهذه النسخة يعني الانخراط الشهري فهي يعني مرة واحدة في الشهر، one month free upgrade يعني يعطيك مرة واحدة، وهنا يعني one year free upgrade يعني مرة واحدة في السنة، وهنا يعطيك free upgrade lifetime يعني مدى الحياة. إذا سنقوم يعني بتحميل البرنامج من هنا وسنقوم بتثبيته بطبيعة الحال. إذا سنقوم بتثبيت البرنامج، فهو يعني سهل في التثبيت. سأضغط على custom installation لأرى يعني الأمور الأخرى English، هنا يعني ممكنك تغيير اللغة، وهنا المسار إذا install now. إذا هنا يعطيك البرنامج تحذير، يقول لك لا تقوم بتثبيت البرنامج في البارتيشن يعني في سي يعني أو دي على حسب يعني المكان الذي فيه يعني البرامج او الملفات التي تم يعني التي فقدتها او التي تمت حذفت. يعني قم اذا يعني فقدت ملفات مثلا في سي فيجب عليك ان تقوم بتغيير هنا المسار الى يعني بارتيشن اخرى مثلا الى دي. مثلا فقدت الملفات في دي تقوم بتثبيته يعني بشكل افتراضي في سي. يعني دائما قم بتثبيت البرنامج في بارتيشن ليست فيها الملفات المحذوفة. هذا هو يعني مفاد هذه الرسالة هذه. أنا بالنسبة لي سأقوم فقط بتجريب على يعني البارتيشن دي، وهنا يعني البارتيشن يعني البارتيشن سي سأترك يعني الأمور كما هي. إذا سأضغط على Start Now. إذا هذا هو شكل يعني البرنامج من الداخل، فهو يعني سهل. هناك هنا يعطيك يعني اللوجيكال درايف الخاصة بك، لدي هنا سي ولدي دي، وهذه بطبيعة الحال خاصة بالسيستم. وهنا يعطيك الديفايسز يعني إذا كانت مفاتيح اليو اس بي أو أقراص خارجية ستجدها في الديفايسز هنا. وهنا يعطيك يعني مثلا أن تختار يعني بعض الأماكن، مثلا أن تقوم باسترجاع ملفات في سطح المكتب من يعني الريسايكل بين يعني من القمامة يعني المكان الذي يعني تمسح فيها الملفات يعني أو تخزن قبل أن تقوم بمسحها. أو يمكنك اختيار يعني مجلد خاص، يعني تضغط هنا وتقوم باختيار المكان الذي تريد يعني أو المكان الذي مسحت مثلا من هنا مسحت مثلا مجلد. إذا ستختار دوكيمنت وتضغط على سيلكت وتبحث، او يعني لود مانيولي يعني احسن هذا الخيار هذا. يعني بالنسبة لي ساقوم بغلق البرنامج وسأذهب الى دي، لدي فقط يعني ثلاثة ملفات فقط لكي نجرب. لدي ثلاث ملفات هذه ساقوم بمسحها، مثلا نسيت وقمت بمسحها نهائيا، يعني ساقوم بمسحها هكذا وساقوم بكذلك يعني امبتي ريسيكل بين. إذا توجد الملفات في دي، سأقوم بفتح البرنامج وسأختار يعني القرص دي، سأضغط على سكان وهنا تبدأ يعني عملية السكان، يعني يقوم بالبحث على الملفات وجميع الأمور التي يعني تم حذفها أو تم فقدانها في ذلك
القرص. بطبيعة الحال فالعملية ستطول شيئا ما، إذا سأقوم بتسريع الفيديو. جيد، إذا لاحظوا معي، إذا دخلنا يعني إلى deleted files يعني لقد وجد 11 يعني فايل تم حذفه. إذا ضغطت مرتين هنا يعني إذا ضغط يعطيك يعني الأمور التي تم يعني مسحها بالخطأ أو يعني كيفما كانت الطريقة. المهم ها هي الملفات، هذا أمر جيد يعني الملفات المحذوفة يعني يمكنك استرجاعها. إذا أعتقد أنني سأوقف يعني البحث. لماذا؟ لأنني أنا لدي فقط يعني 3 ملفات فقط لكي نجرب. بالنسبة لك أتركه إلى أن يصل 100%. سأقوم بإيقاف البحث من هنا. جيد، ولقد يعني استرجع فقط يعني لماذا؟ لأنني أوقفت البحث. فهذه هي يعني الملف الصوتي الذي كان لدي. سأضغط على بطبيعة الحال خاصية بريفيو ليست متوفرة في هذه النسخة المجانية. سأضغط على لكي أسترجع، سأضغط كليك يمين ثم أضغط يعني ريكافر، ثم سأختار المكان الذي أريد أن أسترجع إليه هذا الملف. هذا سأختار يعني ديسكتوب. إذا سأدخل على حاكم ثم اختار ديسكتوب ثم اوكي. جيد، هنا يقول لك انه الريكفري تمت بشكل ناجح، وان يعني الحجم المسموح به هي 1 جيجا يعني 1023 1024 ميجا بايت. يعني هذه الامور شرحتها في الاول. اذا ساقوم بالنزول. اذا هذا هو الملف الصوتي الذي يعني كان طبيعة الحال قد فقدته. طبيعة الحال تغير الاسم ربما لأنني لم أترك يعني البرنامج يكمل. لماذا؟ يعني لكي نسرع الفيديو، وطبيعة الحال أترك لكم يعني المجال لكي تجربوه. فطبيعة الحال هذه البرامج الخاصة بهذه الشركة هذه فهي يعني برامج شيئا ما موثوقة وهي تعمل. يعني فقط يجب أن تقوموا بالأمور بهذا الشكل الذي شرحته، وطبيعة الحال يعني إن شاء الله ستقومون باسترجاع بعض الملفات، ليس كلها ولكن بعض الملفات، وهذا ما نريد. يعني إذا استرجعتم يعني بعض من المعلومات الحساسة فهذا أمر جيد. لأن هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا البرنامج. نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.